فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ افضل احبك طول العمر. بحبك. اوباش مسك ايديها نكبس عليهم بقى ونعم فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك، كنت هقضيها ازاي؟ ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينة الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذة يا باشا، قبش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم ما عرفتك الدنيا احنا. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابي، ده الجهاز بيترعش من الفرحة. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الأرياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الأرض، ما تدخلش مكتبي إلا وهو في إيدك، تجيبهولي حيا أو ميتا. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. أهلا. تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده لونا وصار. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا، إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف إنه يشتغل فيها. آه، هيشفط إيه ولا إيه؟ إحنا لحقنا، أبوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، إحنا ما بيهمناش حاجة يا بابا. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم حازم بسيوني بسيوني، الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا ابني لما كنت بغششك في الامتحانات؟ اه وكنت بسخن. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا ابني لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ اه ورقبتك كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت ايه يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك. يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقول حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر يا شوحشني يا مسجوني. تعالى ابعد لك عيش حلاوه كل يوم. يا فقر كل يوم ابعد لك عيش حلاوه. يحيى العز، يحيى العز. قدامي. تمام يا فندم، قبضنا على ظابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس؟ ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل، يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا، افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. لا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع!
ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده مش ده ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما أعرف يا باشا إنك مخلف أساسا. هو لعب عليك يا نجدة، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم صقر. خلاص خلاص أنا متفائل بيه، والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا إن ده هو الشخص المناسب. أنا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود ورور. وريني باسيوني. شكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة ب30 محضر. يا عم اختفى أنت. بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا عند أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريس ولا أهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخوانا دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس، بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليله العمر. ها رواق يا مؤاخذه سعاده الباشا، الفرح بصراحه ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان، ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه انا لحقت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما انا كلم الحاج هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي يتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع؟ ايوه
قول له يا ماشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه بصراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايوه اعراض. ده اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده مش كده؟ يا جماعة اهدوا بلاش توتر ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا مش كده. ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيك. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه. تعالى 18 محضر. انت يا بلدينا 19 محضر. ايه بلدينا دي انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى؟ لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود انت واخده يا باشا اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني ويتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله ايوه قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر. خش وريني الظابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش داخل. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. اتكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن قال لك يا نتر يعني اشتكي ما بتنزلش. طيب مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ مجدك باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت يا ريت انك بتضرب بكرسي. انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15 اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجدك باشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. بنفض ايه؟ بنفض من العريس وعروسه. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك الاول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبه دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك. انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ اه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم يا فاشل؟ سيحتلي في المكان. أنا ليا حساب مع الكلب اللي دبسني فيه. طب أنا عايزك طب البس هدومك يا باشا. دعوة.